السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم، حياكم الله. نحن اليوم الأحد 7 أبريل والساعة الآن 11 مساء بتوقيت الجزائر، 7 أبريل 2019 بطبيعة الحال. وحديثي إليكم هذا في اليوم 45 من الثورة الشعبية، من الانتفاضة المباركة، من الحراك، يأتيكم عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك أيضا. في الحقيقة وصلت قبل قليل فقط إلى البيت، كنت في لقاء على المغاربية، لعل بعض الناس أو بعض المتابعين الأفاضل تابعوه أو تابعوا أجزاء منه. وكان الحديث أساسا تركز ربما النقطة الأساسية اللي دارت بين المتحاورين، كان معنا الأخ حفيظ الدراجي والأخ العربي زويمية، كان وغادر نقاش سليم صالحي. كان نقطة أساسية هي حول إلى أي مدى تثق الناس في قيادة الجيش وعلى رأسهم قايد صالح، وأليس لا يعتبر قايد صالح جزء من العصابة، أليس لم يكن تماما مع بوتفليقة، وهذه علاقته به الآن مرتبطة منذ على الأقل 20 سنة الأخيرة هذه. بوتفليقة هو اللي أيضا أعطاه منصب قائد القوات، قائد الأركان 2004 خلفا للدموي محمد العماري، وأيضا هو اللي أضاف له بعد لقاءات أو اتفاقات فالدوغراس واتفاقية فالدوغراس السرية، اللي أضاف له منصب نائب وزير الدفاع. رأيي كان نخصلكم بالنسبة للناس اللي ما تابعوش، وربما أنا قلت في الأيام اللي مضت أنه علينا أن نكون في هذه الظروف الحساسة جدا، العصيبة جدا، لتعتبر وجودية بالنسبة لبلدنا ولشعبنا، علينا نتحلى بالحكمة إلى أقصى الحدود، بالمنطق إلى أقصى الحدود، بالعقلانية إلى أقصى الحدود حينما ننظر إلى الشأن العام. هذا لا يعني أن ينتقد أولئك الذين يرون أنه يجب أن لا نثق في القايد صالح وفي القيادة أبدا. أنا إنما رأيي هو أن نأخذ ما منظور، وهو نريد أقوى أفعالا لا أقوالا، ونريد تثبيتا وتطبيقا لأقوالكم. أصدروا بيانين، آخر بيان اللي هو سبق الإطاحة بوتفليقة بيوم واحد، وكان فيه كلام جميل وجميل جدا على الوقوف مع الشعب، على أنه يكون مع الشعب ويكون مع الناس، وسيطبق إرادة الشعب، وسيطبق المادة 7 و8 أيضا، وكل هذا الكلام الجميل. في رأيي عندما قلت نعطوهم 2 أو 3 قبل يوم الجمعة مثلا، واليوم رأى الأحد، أزال في رأيي أن نضيف لهم إلى غاية يوم الثلاثاء، خاصة أن الثلاثاء سيجتمع ما يسمى بالبرلمان، وما هم إلا لصوص ومفسدين وفاسدين داخل المجلس الأمة وداخل المجلس الشعبي، على استثناءات قليلة، يعني هناك استثناءات قليلة وبسيطة، سيجتمعون وسينظرون في الأمر. إذن في رأيي أن نعطوه الجنرالات وعلى رأسهم قايد صالح إلى يوم الثلاثاء مساء ليكون الأمر واضح. هو سيتحدث غدا من وهران، سنستمع إلى ما يقول، وهل ما يقوله ينطبق مع الواقع أم أنه كلام معسول، كلام جميل، كلام مخدر، بينما على الواقع لم يتغير شيء كثير، ما عدا رحيل بوتفليقة أو عصابة بوتفليقة كما سماه هو نفسه. في رأيي أنه في الأوضاع الحرجة اللي يمر بها أي بلد أو وطن، تجب أن تكون مواقفنا محسوبة جيدا، كلماتنا محسوبة جيدا، ألا نهول، لا نخوف، وفي نفس الوقت ألا نمدح أشخاص. هناك من يمدح القايد صالح الآن بشكل كبير جدا، سواء هذه المواقع التي أنشئت واشتريت على السريع وتدعمها الإمارات بشكل رئيسي، وربما حتى بعض القنوات بما فيها قناة الشروق مثلا، ولكن ليس فقط قناة الشروق، وهناك من يعارضه وبشدة، خوفا من أنه قد يتلاعب بالثورة الشعبية وبإرادة الشعب. رأينا كلا الموقفين مخطئين، فمدح وتقديس هذه كارثة، تقديس الأشخاص، أي شخص هذه كارثة، أي مصيبة، فمن بالك أن هذا الشخص يكون حاكم. كلما قدست الحاكم كلما زاد طغيانا وزاد فسادا وزاد إجراما
ونظر إلى نفسه من أنه ليس بشر، من أنه ليس إنسان، وإنما هو نصف إله، إذا لم يقل أنا ربكم الأعلى كما يقول البعض وكما يفعل البعض. جيت نلبس النواظر الآن أمامكم، هاني نشوف فيهم راهم غير بجزء واحد، والجزء الثاني يبدو أنه سقط دون حتى أن أنتبه، وبالتالي من الصعب الآن حتى أن أنظر في الأسئلة التي تطرح. على كل، في اعتقادي أننا يجب أن يكون الموقف هو إذا أحسنوا نقول لهم أحسنتم، إذا أساءوا نقف لهم، وليس فقط نقول لهم أساءتم، نقف لهم، نواجههم، نعارضهم، ونرفع شعارات ضدهم إذا لزم الأمر، أو أشياء أخرى. أشياء أخرى إذا بعد الثلاثاء ما فيش استجابة حقيقية للمطالب الشعبية وهم يعرفوها جيدا، إذا ما فيش استجابة لرحيل الباءات الأربعة واعتقالهم، وليس فقط رحيلهم، واعتقال آخرين من العصابة على رأسهم أويحية مثلا، وعلى رأسهم سلال، وعلى رأسهم توفيق، وعلى رأسهم إذا لم يعتقل بعد طرطق وآخرين، إذا لم يعتقل هؤلاء كبار رؤوس العصابة ونراهم في الاعتقال في انتظار قضاء عادل، ليس قضاء الآن، لأن القضاء الآن للأسف معروف أنه قضاء تليفون، حتى وإن كان إخواننا القضاة الآن نراهم يتحررون بالمناسبة، وحيي منهم كل الأحرار الذين بالصدق وفي الفعل الآن يؤمنون بإرادة الشعب وبحق الشعب في تقرير مصيره، وليس كما كان أكثرهم أو غالبيتهم مرتشين، ومش فقط مرتشين ولكن مفسدين وفاسدين، يقلب لك الحق باطل والباطل حق، اللي ما عندوش دراهم واللي ما عندوش يصبح لا حق له، ومرات بالعكس يكون يدخل مظلوم واللي ظالم، واللي عنده الأموال والثراء ويقسم مع القضاة يصبح هو السيد. إذن المادحين للقائد صالح القيادة العسكرية أعتقد أنهم يرتكبون خطيئة فادحة وخطيئة كبيرة، لأن هذا ينفخه وهو لم يطبق أشياء كثيرة لحد الآن، كل ما طبقه هو أنه أطاح بالعصابة كما سماها، أي بجناح من النظام، اللي كان هذاك الجناح سعيد بوتفليقة كان أصدر قرار بإقالة قايد صالح، ولكن لم يجد أين لا يطبع ولا ينشر، وبالتالي قايد صالح شاف بأنه خلاص خرجوا للعيب، فهو خرج لهم إلى عيب أكبر وهاجمهم بقوة كما رأينا في رسالته الأخيرة. الذين أيضا يلعنون قايد صالح ومن معه الآن، نقول لهم تريثوا قليلا، وموقفكم من الناحية المبدئية صحيح، لكن من الناحية العملية، من الناحية الإجرائية، من ناحية تقييم المخاطر، من ناحية اختيار ما بين أخف الشرين، ليس صحيح، مخطئ بكل تأكيد. لن يزايد علي أحدا في معارضتي للجنرالات، كنت أعتبر أني الأشرس في مواجهتهم ومعارضتهم، وكانوا كثيرين يتهمونني بأنني أتبلى عليهم، يعني أني ضدهم بهكذا، حتى البعض ذهب يعني يقول لك رأى عندك بينكم وبينهم مشكلة، وكنت دائما أقول المشكلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي الوطن، هو العبث بالوطن، هو تدمير الوطن، هو تدمير الشعب، هذه المشكلة اللي بيني وبينهم، وهذا دليل أني اليوم نقول للناس لا، أعطوهم قليل من الوقت، أعطوهم قليل من الوقت، وبالتالي الأمر يجب أن يكون بهذا الوضوح وبهذه القوة. الأمر الآخر هو أنه سنستمع إلى قايد صالح غدا، سنستمع إليه في وهران وسنرى ماذا سيقول. طبعا نحن لا نريد فقط أقوال، نريد أن يكون هناك موقف صريح وواضح تطبيقا لما التزم به في المرتين اللي أرسل فيهم رسائل. نريد أن نسمع مثلا بصراحة أنه سينفذ إرادة الشعب وفق المادة 7 و8 من الدستور إذا بقي وفق الدستور، أو يقول بصراحة من أن الشعب وإرادة الشعب فوق الدستور، وأنه في هذه الحالة سينفذ إرادة الشعب دون الرجوع إلى الدستور، هذه أو تلك، لكن لا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فيما يتعلق بالدستور. نريد أن يقول بصراحة أن المادة 102 تجاوزها الوقت وأن الشعب يرفضها في المطلق. نريد أن يقول بأن الذين كانوا رؤوس العصابة سواء الإعلامية أو السياسية أو الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كل هذه الرؤوس التي ظهرت أنها
تخرج من الساحة السياسية الآن، ونريد أن يعتقل كبار رؤوسها، لأن هؤلاء يقومون الآن بكل تأكيد بمحاولة الارتداد الثورة المضادة، لأن كما تعرفون لكل ثورة ثورة مضادة، والثورة المضادة غالبا ما يكون فيها ثلاث أطراف: الطرف المحلي والطرف الإقليمي والطرف الدولي. لعلنا أشرنا أيضا لبعض هذه الأطراف الإقليمية والدولية، وقلنا أن الإمارات تقود الثورة المضادة الإقليمية، وهذا يدخل في مسارها اللي بدأته منذ 2011 على الأقل، وهو هدم كل حركة وكل تحرر وكل ثورة وكل انتفاضة شعبية تريد أن تغير من حالها البائس، سواء هذا في العراق أو في سوريا، سواء في اليمن أو في ليبيا، سواء في مصر أو في أماكن أخرى، بل أن الإمارات السعودية ذهبوا إلى غاية ماليزيا وتركيا لتدمير النظامين فيهما. في تركيا كان هناك تمويل وتدبير وتحريض على الانقلاب في انقلاب 2016، وفي ماليزيا تم شراء النظام الحكومة السابقة والحاكم السابق بأموال ضخمة. طبعا الحاكم السابق الآن موجود في السجن، بمجرد ما وصل محمد مهاتير بعد انتخابات قبل 14 أو 15 في ماليزيا، قام أغلق الحدود وقام باعتقال المئات من النظام السابق أو من الحكومة السابقة، برغم أنها كان هو يتبع لنفس الحزب، لكن ما همه لا الحزب ولا أي شيء آخر، بدأ بالاعتقالات وبدأ بما فيهم على رأسهم رئيس الحكومة. أكبر الجو عنده 700 مليون دولار مثلا من عند السعودية. السعودية والإمارات تشتري ذمم الحكام المسلمين لكي يدمروا أوطانهم، بل السعودية والإمارات الآن تحرض على المسلمين في الخارج، وشفنا السيسي وبن زايد وبن سلمان وأتباعهم واللي ينطقوا بأسماواتهم يحرضوا على المسلمين في الخارج، وبالعكس وأكثر من ذلك يدعموا اليمين المتطرف بصراحة بوضوح. طبعا بعض إخواننا سمحهم الله لأنه مش مطلعين، كتبت لي قبل فترة، قبل 4 ساعات أو 5 ساعات، واحدة قالت: أنت تقول الإمارات 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 مش مساحتها حتى مثل عنابة. هي تعتقد أن القضية هي قضية مساحة جغرافية وليس قضية استراتيجية تبناها أمراء الإمارات، وهي تدمير المنطقة، كل المنطقة، لأنهم يعتقدون أن خراب الدول التي هي حول إسرائيل تأتي بالمسيح المخلص وفق المزاعم الصهيونية الإنجيلية. الصهيونية الإنجيلية هذه حركة تدين، حركة متدينة، هم مسيحيين في الأصل، ولكنهم يؤمنون من أن عودة سيدنا المسيح لن تتم إلا وقد حل الخراب تمام، كل الخراب حول ما يسمى بإسرائيل، وهذا هو مشروع الإمارات. طبعا الإمارات يقومون به لهذه الأسباب، ربما هم أيضا قناعاتهم صهيونية إنجيلية، ولكن يقومون فيه لأسباب أخرى، وهم يعرفون أن تحرر الشعوب، أي شعب يتحرر في المنطقة العربية، أي شعب يتحرر بالنسبة لهم خطر عليهم. مثلا بين الأسباب لماذا هذا التدمير لليبيا أو محاولة الآن تخريب وتدمير في الجزائر، لما كان النظام تابع ليهم كانوا ساكتين، مهم الجزائر ضعيفة فقيرة مفقرة خارج التاريخ، لا تستطيع حتى أن تتدخل في الشؤون البسيطة اللي هي في جوارها يعني. لكن لما خرج وأورنا في إطار خروج النظام السياسي من أيديهم، فهم لن يتوانوا على عمل كل شيء، وتدمير الجزائر ومهان بين الأسباب، لأن الجزائر غدا لو كانت تكون دولة حقيقية في خدمة شعبها ووطنها، يعني الناس الآن مثلا برك نجيبوا مثال واحد على الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية. تعرفوا أن الناس مثلا اللي يحبوا يروحوا لإفريقيا في الغالب، يعني نفترضوا واحد مثلا جاي من ماليزيا باش يروح لإفريقيا مثلا، او جاي من نيويورك باش يروح لإفريقيا مثلا، ليسكا المفروض انه يديروا في عاصمه مثلا طرابلس او تونس او الجزائر او المغرب او حتى القاهره، هذه العواصم الكبرى. لا، الناس في الغالب تروح لدبي او ابو ظبي، ومنها تعاود تروح مثلا الى غينيا او تروح الى غانا مثلا،
لماذا؟ لان الخطوط الجويه نتاعهم تشتغل بطريقه افضل، ولان الخطوط الجويه نتاع بلداننا احنا متخلفه الى شكل رهيب. وهاكم تعرفوا الخطوط الجويه الجزائريه اللي كنا نبدا نحكي لكم عليها الى الغد ما تفراش، يعني مش رايحين نشوفوها. سامحوني نزيد نحط هذا النواظر على الاقل نشوف بهم قليلا في لحظه معينه، نشوف التوقيت وين راني يعني. إذن هذه الثورة المضادة تتشكل من عناصر محلية، ولذلك نحن نقول نسارع بوضعهم في الاحتجاز حتى لا يقومون بالتخريب وراهم يقومون به. والقوى الإقليمية يجب قطع رأسها، بمعنى قطع العلاقات معها. الآن احنا عارفين الإمارات، ربما تظهر دول أخرى، السعودية ومصر لا يستبعد، لكن وضعهم صعب في الجزائر، ما عندهمش استثمارات مثل الإمارات. الإمارات عندها استثمارات مثلا في الميناء، حي الله أحرار الميناء، راهم تقريبا موقفين وفي حدود كبيرة جدا ميناء العاصمة، خاصة ميناء الحاويات اللي هو تابع لما يسمى بدبي العالمية للموانئ يعني. ولكن عندها أيضا مشاريع أخرى، وعندها أكثر من ذلك، هو شراء الذمم وشراء اللي عندهم تأثير سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. الآن يتوجهوا حتى إلى أساتذة الجامعات وحتى إلى الصحفيين إلى آخره. إذن والقوى العالمية بطبيعة الحال هي القوى الاستعمارية، كل القوى الاستعمارية، كل القوى الكبرى بالنسبة إليهم تبقى الجزائر ضعيفة، لأن هذا في مصلحتهم. هذا حبيت نعود نلخص به ونجيبه باش نذكره قايد صالح من أن غدا حينما يخطب في وهران ستنصت له الناس جيدا. إذا خطب وكان هذا الخطاب واقعي ومنطقي وجات وراءه أفعال حقيقية، فالناس كما قلت أنا أكثر من مرة ستنظر لهم بالارتياح. اليوم مثلا يسود حالة من التوجس، من الخوف، من الغضب، خليط من هذه المشاعر على الأقل تابعناها في الفيسبوك وفي يوتيوب وأيضا في الشارع يعني. وعلى ذكر الشارع، جاءت الأخبار قبل قليل أنه تم اعتقال أخونا حسين جيدل. حسين جيدل أنتروبولوج، متخصص في الأنتروبولوجيا، وهو معارض، وربما شافوا الناس أكثر بعد 2011، واعتقل لما جاء مغادر من هو يقيم في باريس، كان في الجزائر قضى بضعة أيام وحضر أيضا مظاهرات أمس، اعتقلوه. وحتى لما طلع للباص يعني في طريقه إلى الطائرة، جاءوا اثنين ولا ثلاثة وقالوا له أنت معتقل، روح معنا. هذه التصرفات يا قايد صالح، لأنك أنت الآن أنت الحاكم الفعلي للبلاد، هذه تصرفات غير مقبولة. وجيد الحسن حسين جيد لازم يطلق سراحه حالا، لأن هذا الرجل ما عندوش أي إشكالية معاكم كأشخاص، ولا عنده مشكلته معاكم، لأن الوطن في اللعب، ولأن العصابة كما سميتها أنت خربت الوطن هذا تماما. الآن عنده صحيح بعض الإشكالات وبعض الخصومات مع المجرم هذا اللي كان وزير سياحة ووزير عدة أشياء رحماني هذا، لأنه خذاله ملك، كانت عنده صيدلية حسين جيد في وسط العاصمة، خذها له رحماني وبمؤامرة كبيرة من مع القضاة، لكن هو الضحية ليس هو الظالم يعني. من بين الأشياء أخرى أيضا اللي نمر عليها الآن بسرعة، جاء في حديث أنهم تم تغيير كافة رؤساء المخابرات اللي هي كانت تابعة دي اس اس، فطرطاق تم تنحيته واستبدل بجنرال يسمى قايدي. هذا الجنرال قايدي إن شاء الله برك يتخذ الطريق الصحيح، لأنه في الأيام الأولى وكنت ذكرته اللي كان يتابع اللايفات في الأسبوعين الأولين تقريبا، ذكرته ثلاث مرات أو أربع مرات، هو والجنرال زراد والجنرال بشار كانوا مكلفين بإيجاد الخطة باء، والخطة باء كيف نقمع، أو إذا قمنا بالقمع ما هي الخطوات اللي نقوم بها. الحمد لله أنهم لحد الآن ما مشوش لهذه الخطة، ونتمنى وننصحهم من أعماق قلبي أنهم ما يمشوش فيها، لأن أي محاولة لقمع هذه الثورة سترتد عليهم وستنقلب عليهم وسيدفعون الثمن غالي وغالي جدا. هذا ليس تهديد، هذا تحذير من أي خطيئة ترتكبونها. إذا تم الإطاحة بطرطاق وخلفه هذا القايدي، لكن تم الإطاحة أيضا بآخرين، مثلا العقيد اللواء عبد القادر تاع ما يسمى بالأمن الداخلي تمت الإطاحة به،
وقالوا أنه خلف واحد يسمى العقيد الوناس، وال دي سياسة اللي هي أمن الجيش تغير أيضا، تغير وراح اللواء سيد علي وجاء العقيد بوبكر. والأمر الثالث هو أن اللواء بن داود خلفه اللواء رشدي، اللواء بن داود كانت عن أمن الخارجي. ما عدا بن داود هنا، كل هذه الأسماء اللي سمعتوا شفتوها هي أسماء مستعارة، لواء الوناس، لواء العقيد الوناس، لواء عبد القادر، العقيد بوبكر، لواء سيد علي، اللواء الرشدي. هذه الأسماء المستعارة، علام المستعارة، تعرفوا علام المستعارة؟ الجزائريين. يعني هل فرنسا أو أمريكا الآن أو روسيا أو الصين أو حتى قطر أو الإمارات أو السعودية ما تعرفش شكون هما هذ الألوية؟ يعرفتهم بأسمائهم وألقابهم ووصرهم، وين يروحوا، وين يسكروا اللي يسكر منهم، وين يحوسوا، ما عارفين تفاصيل عليهم. يعني انت كي تغطوا علينا معنا الجزائريين ما عرفوش. انا طبعا نقدر نجيب لكم بعدين الالقاب، يعني فقط ما كفانيش الوقت باش نرجع للملفات اللي عندي. لكن كي تغطوا انتوما وتجي هذا واحد الوناس واحد رشدي، يعطوا للناس اسماء. هاي الدول الكبيره هنا الان تشوف مديره السي اي اي مثلا امام الكونغرس وتهدر وتخاطبوها ويناقشوها، ومرات يمسحوا بها الارض. ها وهنا نتاع الاماي 5 والاماي 6 بوجوههم يحضروا في الاعلام ويهضروا ويناقشوا ويسمعهم الناس ويشوف صور ويشوفهم اسكو هذو قادرين مش قادرين على اداره الشؤون العسكريه. شو هذا؟ ما زلنا هذا الحكم نتاع هذا المهدي المنتظر او المهدي المختفي، يعني بهذه الطريقه، يعني اخفاء الاسماء الحقيقيه غير على الشعب الجزائري فقط. استطيع ان اقسم جازما ان حتى النيجر ومالي تعرف شكون هما هذو. مازال هذاك الخلايا تاع كارطه وكابوس واسامي مستعاره. خرجوا لنا من هذه الافلام الهنديه، خرجوا لنا وروحوا واضحين مع الناس بشفافيه. هاي الاسماء ها مش يعني واش انتم الاسماء نتاعكم؟ هاو تاع الاتراك يخرج تاع رئيس مخابرات ويظهر في التلفزيون ويهضر احيانا، ومرات حاضر في الجامعات. لماذا هذا اللف والدوران حول اشياء وكاننا راك تعيش في فيلم نتاع انت ولا تشوف في فيلم نتاع الفريد هيتشكوك نتاع الرعب؟ ما كان والو. الدليل انه ما كان والو. ها راهو يتساقطوا، طاح هذا، راح هذا، جا هذا، جيب هذا، ما كاين ولا شيء. خلونا من هذه الافلام من فضلكم، يعني حطوا اسماءاتكم وحطوا من انتم وحطوا الشعب باش يعرفها. هذا هو الحكم الراشد. من بين أهم الأشياء وأهم النقاط الشفافية، لأن العالم الآخر يعرفكم. الأسرار فقط على الشعب الجزائري، وكأن لأن المنطق اللي عندكم، المفهوم اللي عندكم أن الشعب هو العدو. ما هوش العدو هو الأطراف الخارجية، لا، العدو هو الداخل، متخفى عليه في الداخل. يعني الخارج يعرفوكم والداخل ما يعرفوكمش. بعدين نشوفهم كيف يتصرفون. لمن يحسن سنقول له أحسنت، لمن يسيء والله لو كان والدي أنا شخصيا وأرى أنه يسيء للشعب ويسيء للناس أو يظلم الناس لنواجهه ونقاومه. يعني فيش، ولازم هذا هو المنطق وهذا هو المبدأ اللي تمشي منه الناس. خلي كل الاعتبارات الأخرى، خليك من الاعتبارات الإيديولوجية والاعتبارات العائلية والاعتبارات اللغوية والعنصرية، خليك منها. الحق أحق أن يتبع. اللي يكون مع الحق وقف معاه، اللي يكون مع الباطل لازم توقف ضده. ما يهمكش واش يكون في نهاية المطاف. ولا تنسى أنك مهما عمرت في هذه الدنيا فإنك يوما داخل لقبرك وحدك. وإذا كنت مؤمن ومسلم راك تعرف باللي داخل هذا القبر ستسأل، ويوم القيامة ستسأل. وإذا ما كنتش مؤمن ولا ماكش مسلم ولا أنت نص ولا، على الأقل أمام التاريخ وأمام الناس ماذا تركت وماذا فعلت وماذا، حتى لا يلعنك اللاعنون وتذهب إلى مزبلة التاريخ. يعني في قضيتين اخريتين ايضا بسرعه حبيت ناقش نعلق لكم عليهم اليوم. الاف سي يو هذا، الاف سي يو اللي هي هذه ما يسمى بلا فيدراسيون تاع رجال الاعمال، رجال نهب المال بعباره ادق. طبعا حداد كان هو زعيمهم الكبير وراسهم الاكبر في نهب المال وفي المشاريع،
طبعا طردوه لما شافوا تحركات الشعب الى اخره، وجا واحد اخر، وهذا الواحد ايضا ماهوش ما مشاش، جا واحد ثالث هم حطوه في مكانه، وهو حتى لو راسي ما قبلهمش باش يجتمعوا. هذه الاف سي زمان، يعني مو زمان، قبل 40 يوم كانوا جماعة الاف سي هذو ارباب، كل واحد منهم ربيب صغير، كل واحد منهم رب صغير على الناس، لان كل واحد منهم، نحكي على الاغلبيه مش كلهم بالمناسبه، الاغلبيه فيهم اللي كانوا خاصه مرتبطين بحداد وبطحكوت وبالكبار اللصوص، كل واحد منهم سرق له 500 مليون دولار، اي ما يعادل حوالي 10000 مليار سنتيم او 9000 مليار سنتيم اقل شيء، وبعضهم اللي سارقين 20 30 40 الف مليار. يعني انا حداد متاكد نهار اللي يجيبوا الملف نتاعو يقولوا لنا لم لا تقل 50 الف مليار لمليار اللي سرقها، خلاف الاف الهكتارات، حتى لا اقول عشرات الالاف الهكتارات من الاراضي، عشرات الشقق، عشرات الفيلات، يعني ما لا ربما ما لا يحسب كاع كله. ها مش ها، حتى لو راسي قال لك رفض لهم باش هي، وهما اللي كانت اشاره واحده منهم الرؤوس كلها تنحني، الا من رحم ربك، الا الشرفاء والاحرار. وهذه البلاد فيها شرفاء احرار، وستنظرون وستجدون في الايام القادمه ان شاء الله. النقطة الأخرى، ما يجري الآن في العراق اليوم في العاصمة، الجماعة ولاية العاصمة يطالبون بإسقاط أويحيى حالا، واللي رأس التجمع، اللي رأس الجمعية هذه تاع ولاية العاصمة هو رأسهم وكبيرهم، من هو؟ هو الناطق الرسمي باسم الإيرندي، صديق شهاب. صديق شهاب هذا طبعا كان يقدس بوتفليقة ويقدس أويحيى، لكن صديق شهاب هذا كان شوية ذكي، قبل سقوط بوتفليقة بشوي قال باللي شن عليه هجوم عنيف، ثم قال أن نظام بوتفليقة يوم أو يومين قبل ما يقيل قايد صالح، قال أن نظام بوتفليقة كالسرطان، هو سرطان، بصح الآن هم مش حابين يديروا، ينحوا يحيى مثلا، وأنا متأكد أن غدا في غدا عندهم اجتماع أيضا للآر إن دي هذون، ينحوا يحيى ويحبوا يبدلوا الجلد اللفعة، يعني الآر إن دي كله يجب أن يذهب. كل اللي في الار ان دي، نحكي على قيادات، وربما كاين بعض البسطاء اللي ما كانوش عارفينه ولا كانوا حابين هما ثاني يغزوا مع اللي يغزوا او ياكلوا مع اللي ياكلوا، لكن كل قيادات الار ان دي هذه قيادات مجرمه على استثناءات قليله جدا، وهذه قيادات ناهبه وفاسده ومفسده ومخربه. الار ان دي هذا لازم الناس اللي فيه اذا كاين فيهم شويه ناس لاباس بهم يخرجوا منه، وها يروحوا يديروا احزاب اخرى وتنظيم اخر، والبقية هذا الإيران دي لازم يتحل، وقياداته لازم تتحاسب، تعتقل وتتحاسب. هذا من 97 من اللي أنشأوه وهو يدير في الخراب للجزائر، طبعا رأس الخراب ويحيى. إذا فيا صديق شهاب ما تعبوش رواحكم، الشعب الجزائري راه لن يسمح لكم أبدا مرة أخرى بالتعامل أو بالوجود السياسي، ويجب أن تحاكموا محاكمة عادلة، ثم لا يمكن لكم أن تتدخلوا مرة أخرى في السياسة، لأنكم لستم لا سياسيين ولا صالحين ولا بشر عاقلين، ولا أنتم جرثومة حقيقية. هذه الأحزاب البائسة تاع ما يسمى بالموالاة جرثومة حقيقية، والشعب كره السياسة وكره الأحزاب وكره كل شيء بسببكم. وما تنساوش أنكم كنتم تقدسون صاحب الرجل المحنط، يعني فما فيش هذا الدورات، هذه الدورات تاع العبث ما عندهاش وين تروح. وفيه ايضا بعض السفهاء، اللي بعضهم متنطع باسم العروبه، بعضهم متنطع باسم الامازيغيه، بعضهم متنطع باسم الاسلام، ويبدا يحب يسب الاخر الى اخره. هذول السفهاء واقليه قليله جدا، او سفيهات احيانا ايضا، واقليه قليله جدا. الحمد لله الشعب الجزائري القوه اللي خلاته ينتصر ما هي؟ وأن الشعب الجزائري ظل موحدا رغم كل المحاولات لتشتيته وتفتيته، وخاصة عن ذباب الإلكتروني اللي أصبح الآن جيوش إلكترونية وتقودها الإمارات، إضافة إلى الذباب المحلي. فهؤلاء السفهاء لن ينجحوا، وهؤلاء بما فيهم من سفيهات لن ينجحوا بتفريق الجزائريين. قادي ربما شاب هنا أو شاب الهي واحد هنا جاهل، أو الهي واحد مش فاهم مش ممكن يتأثر، لكن راه الطغيان التنطع هذا والتشدد لن يؤدي بخير الى اي مجتمع ولا اي شعب. والحمد لله اعتقد ان الغالب العظمى من الجزائريين فاهمين هذا الموضوع. في حديث ايضا
على ملزي. ملزي هذا هو المدير العام، عنده مدير عام، عنده 30 سنة تقريبا، المدير عام نتاع كلوب دي با ونتاع موريتي، إقامات الدولة اللي أصبحت مراتع مرتع ومراكز لللصوص وللفساد وللمفسدين. هذا هو اللي يقولوا الآن حسب معلومات مؤكدة في واقع الأمر أنه هو اللي عاود حيا أو أراد أن يصلح بين توفيق والسعيد. وبالفعل لقى توفيق والسعيد لقوا نفسهم أنهم في خطر شديد تحت الحراك الشعبي والثورة الشعبية، فتلقاوا. وهما اللي حاول بعدين توفيق حاول يقنع زروال بما بأن يكون بديل لبوتفليقة، وبذلك يقدروا يكسروا أيضا جناح قايد صالح. أعتقد أن موقف زروال كان موقف ذكي وكان موقف حكيم، بحيث أنه رفض أن يتحالف مع السعيد ومع التوفيق. فكلا كي السعيد كي التوفيق في الحقيقة هذون هما رأسي من رؤوس الدولة العبيطة، الدولة الغبية والدولة العنيفة. توفيق يتحمل مسؤوليات عظمى لأنه كان رئيس مخابرات من سبتمبر 90 إلى 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 نوفمبر إلى سبتمبر إلى 13 سبتمبر، من 4 سبتمبر 1990 إلى 13 سبتمبر 2015. فهذا البناء اللي راه الآن يتهاوى حتى قبل ما جي بوتفليقة أسسوا التوفيق اللي هو محمد مدين. وهذا محمد مدين يجب أن يعتقل لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، هو ومن معه، جرائم ليس لها حدود. وكل هذا التهاوي وهذا الفساد وتعديلات الدستور وكلها ساهم فيها. لكن بوتفليقة طبعا طردوا بعد ما دار اتفاقية فالدو غراس في 2013، خلاه ما بين 2013 و 2015 كخضرة فوق طعام كما يقال مثلا عندنا، قبل أن يقول له باي باي في 13 سبتمبر 2015. أمر آخر ونقطة أخرى وهذه تتعلق بالمراكز الدبلوماسية. تعرفوا المراكز الدبلوماسية الآن من قنصليات وسفارات في الغالب قليل وين تلقى واحد دبلوماسي حقيقي، يعني تكوينه دبلوماسي أو دخل سواء بعدين ودخل ودرج هو ابن الشعب ويريد خدمة الدبلوماسية أو الخدمة حتى في القنصلية لخدمة الجالية. هذو كلهم جايين بيستا وجايين معارف، وعندي زملائي في الخارجية اللي كانوا كفاءات ولبس بهم كان اللي ما وصلش حتى سفير، بينما سفهاء واحيانا ما عندهمش كيما هذا مثلا تاع بنت غبريط او غيرهم، اللي عنده اللي وزير اللي جنرال اللي تقريبا يجي يحط ابنه او ابن عمه او ابن خوه او ابن خاله في 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 قنصليه او في سفاره، لان فيها الدوفيز وفيها المال وفيها اشياء كثيره. وكيما تصح لهمش هذيك تولي في الليرة الجيري. من بين هؤلاء هذه القنصله اللي هنا واحده اسمها بن علي، اعتقد ان اسمها بزة او كنزة او بن علي، واحكى لي انسان، ولماذا انا اذكرها كمثال فقط، انا لهم من هذا الاصناف لاني عارف ان حتى هي مثلا كلم كان معينا هو السعيد، يعني لان السعيد من بعد عبث كما يشاء في القنصليات في السفارات. فقبل 3 أيام ولا 4 أيام راح شخص هناك باش يقوم بمعاملة في القنصلية. القنصلية اللي في لندن هنا داوها زون 3، بعدوها على الناس حطوها في غرب لندن، يعني فقط اللي يسكنوا في الغرب اللي ربما قريبة عليهم، بينما كان يجب أن تكون في الوسط مثل ما كانت من قبل. ومع أنهم بنوها في مكان ما فيه لا قنصليات ولا سفارات لكن المبنى كبير، أنا رحت شفته لما طلبت الجواز يعني ما زلت ننتظر فيه. المبنى كبير وضخم ومثلا الناس تقدر تباركي فيه، لكن ما يخلوش الناس يباركوا، الجزائريين اللي يدخلوا ما يخلوهمش يدخلوا بسياراتهم يدير معاملة ويروح، ولذلك الناس ما يلقاوش وين يباركوا. فأحيانا يعطوا لهم ما يسمى هنا بينالتي، يعني عقوبة أو غرامة، لأن هنا ما فيش لعب في بريطانيا سيرتو في لندن، ما فيش لعب، ما تباركيش بالصح 5 دقائق 10 دقائق تلقى البينالتي، يعني وأقلها 60 باوند اللي هي تعادل دراهم الجزائر ربما أكثر من 1,200,000 أو 1,300,000 الآن يعني. فأي خطأ تدفع مباشرة وتدفع ماهوش. فيبدو أنه واحد من الناس ما خلوش يباركي خطأ، من بعد خرج لقى بينالتي، رجع تكلم معهم شوية، من بعد قال لهم شاف الكادر تاع بوتفليقة قال لهم هذا راح خلاص نحيه ونحاه. فالمعلومات اللي عندي أنه
راسلت كتبت به للجزائر واتخذوا قرار انهم لن يتعاملوا معها اطلاقا وما يعطوش حتى ورقه، وربما حتى كي يدخل الجزائر يعتقل. حاجه بسيطه يعني، قال لهم نحوا هذا الكادر لان بوتفليقه راح، وبوتفليقه انا مش عارف الادارات اللي راه مازال فيها، اللي راه موجود امامه كادر او اطار بوتفليقه لازم ينحيه ويرموه في الزباله حشاكم يعني. ونصيحتي للجزائريين ككل انه خلاص في المستقبل ما فيش هذا الكادر وهذه الصناميه، هذه صناعه الصنم، حينما تغيب الفكره يبزغ الصنم كما يقول مالك بن نبي. لازم تلغى هذه هذا كان واحد من المواضيع اللي كنت اكرهها منذ صغري، وانك وين تدخل ولايه دائره تلقى صوره الرئيس ومرات صوره كبيره وضخمه ويخسروا عليها دراهم. طبعا لما جابوا بوتفليقه اصبحت احيانا صور في 40 متر 50 متر في العمارات ويطلقوها وفي الشوارع. حتى مره واحده منهم هذه بلاك فيها بوتفليقه ضخمه طاحت على الناس، قتلت واحد وجرحت ممكن واحد او اثنين قبل سنتين فقط. طبعا اللي كان عنده المشروع باش يضع هذه البلاك الكبار والضخمه هو ابن اخت بوتفليقه باموال الشعب الجزائري. فنصيحتي ان تلغى هذا الكادر نهائيا من اي اداره، وفي المستقبل الجزائريين يختاروا اما مناظر طبيعيه للجزائر او مناظر الجماهير هذه تاع 22 فبراير، او وانا هذه ربما نفضلها اكثر زعماء الثوره سته على الاقل الا مش تسعه يعني، ويضع فيه كادر اذا كان لازم نضع كادر. ومن الاحسن هذه الاموال اللي تصرف على الكادر وعلى هذه الحوايج التافهه أن تصرف على الأيتام وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى الناس اللي ما يلقوش أحيانا ما يأكلون يعني. عموما إخواني سنكون معكم وإن شاء الله سنبقى دائما مع بعض وسنتواصل مع بعض، وغدوة نشوفوا شو يقول القايد صالح، ممكن بعد تصريحاته على الوحدة أو على الزوج أو ربما على الثلاثة نكون معكم لايف. حياكم الله إخواني أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.